معكم العقيد فادي أبو عيد مدير توجيه. منرحب فيكم بوزارة الدفاع الوطني لليوم الثاني. أهلا وسهلا فيكم بالمؤسسة العسكرية بيت بونت الثاني. أنتوا جنود الإعلام، شركائنا بالتضحية والمسؤولية. إيجاز عن فجر الجرود بتاريخ اليوم. في اليوم الثاني من عملية فجر الجرود واصلت وحدات الجيش هجومها ضد ما تبقى من مراكز تنظيم داعش الإرهابي في جرود مناطق رأس بعلبك والقاع، حيث حققت تقدما واسعا في مختلف محاور القتال، وتمكنت من القضاء على العديد من العناصر الإرهابية وتدمير العديد من تحصيناتهم وآلياتهم وأسلحتهم. أهداف اليوم الثاني من عملية فجر الجرود كان السيطرة على جبل وادي الخشن، خربة التينة، مزرعة غنام، ران العقاب، قرنة حقاب الحمام، طريق تنية العسل، ضليل أم الجمعة، راني مقيل فرح، رأس دليل الحصيد. كان الهجوم على محورين. المحور الأول بلش من سهلات خربة داود، ضليل أم الجمعة، راني مقيل الفرح، راني العقاب، رأس الدليل. المحور الثاني كمان بلش من دهور وادي التينة، جبل وادي خربة الخشن، مزرعة غنام، قرنة حقاب الحمام، رأس دليل الحصيد. مثل ما بنشوف على النسيخة انه بالمرحلة التحضيرية مرحلة تضييق الطوق، هيدا المساحة اللي قعدنا السيطرة عليها باليوم الاول. كمان هيدا المساحة تقريبا شي 30 كيلومتر مربع قعدنا السيطرة عليها. باليوم الثاني كمان بمساحة 30 كيلومتر مربع تقريبا قعدنا السيطرة عليها. البقعة الحمراء هي التي تمثل بعدها وجود لتنظيم داعش الإرهابي. الإنجازات الميدانية: تم تدمير 12 مركز للإرهابيين في هذه المناطق التي تحتوي على مغاور وأنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأسلحة مختلفة. تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. تمكنت قوة من الجيش من تفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين تقلان انتحاريين كانوا يحاولون استهداف عناصر الجيش. مثل ما ذكرنا المساحة اللي سيطر عليها اليوم الجيش 30 كيلومتر مربع. مجمل المساحة اللي سيطرنا عليها بدءا من اليوم التحضيري هي 80 كيلومتر مربع من أصل 120 كيلومتر مربع. كمان كبدناهن نحو 15 قتيل نجم عن الاشتباكات المباشرة والقصف المدفعي والجوي. الوضع الحالي: تواصل بعض وحدات الجيش تقدمها السريع باتجاه الأهداف المحددة لها تحت غطاء مدفعي وجوي مكثف، فيما تقوم وحدات الهندسة في الجيش بتنظيف الطرقات، المراكز المحررة من الألغام والذخائر والأجسام المشبوهة، بالإضافة إلى شق طرقات جديدة، كما يجري استقدام تعزيزات إضافية إلى ميدان القتال لحسم المعركة بأسرع وقت ممكن. كمان مثل امبارح نتيجة للضغط اللي عم بقوم فيه الجيش، في هناك حالة فرار بصفوف تنظيم داعش. رجعت شددت قيادة الجيش على التقيد الوحدات العسكرية المشاركة بالعملية
بقانون الدولي الإنساني. أما لدى الجيش فسقط 3 شهداء وجريح إصابته حرجة نتيجة انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية. رح نشوف بعض الصور. بعض المشاهد فيلم هيدا كان ملخص عن عملية اليوم. رح نسمح بسؤالين أو ثلاثة بما يخص بالعملية. هذا التعقيد عم بتقول إنه البقعة التي سيطر عليها الجيش باليوم الثاني هي حوالي 30 كيلومتر والمجموع تبع اليوم الأول واليوم الثاني 80 من أصل 120. والمرحلة التحضيرية يعني المرحلة التحضيرية كانت 20 كيلومتر، اليوم الأول 30، يوم الثاني 30، مجملهم 80 كيلومتر من الاصل 120. يعني بنفهم انه المعركه صارت بالكيلومترات الأربعين الاخيره. صح، بس ما في وقت محدد، نحن ملتزمين لحين تدمير وانهاء تنظيم داعش من اراضي اللبنانيين. طبعا سؤال مسأل قبل بس عم يتكرر عن ما بدي اسميه تنسيق مع الجيش السوري او حزب الله،
لكن عم نشوف صور انه حزب الله عم يقوم بمساعدة الجيش اللبناني. هل هذا الكلام صحيح؟ شفنا صور ناس عم ترفع العلمين اللبناني وعلم حزب الله، شفنا صور قيل انه شباب من حزب الله عم يسحبوا الجنود اللبنانيين، من ريد توضيح. هذا كلام قيل، مثل ما بنرجع بنقول ما في تنسيق مع حزب الله او الجيش السوري. شفنا انه معظم الاصابات والشهداء اللي سقطت هي من وراء الالغام، هل هالشي رح يعيق تقدم الجيش اللبناني باخر هيدي المعركه؟ وشو الخطوات اللي عم تقوموا فيها كرمال تسهروا مهمه الجيش؟ اكيد حق الالغام بعيق مرحليا تقدم الجيش، في فرق من الهندسه بالجيش هي مختصه، هي بتفتح الالغام لنتابع التقدم. يعطيكم الف عافيه.